السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم بخير. بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مرض غريب أوي. لما بيجي العصافير إحنا بنستغرب ونقول ده جه إزاي وعلاجه إيه. المرض دوت وهو أشف العصافير. الأشف دوت بيظهر بالذات عند العصافير الأستراليات، وممكن كمان عند عصافير الروس، وبيظهر في فصل الشتاء، وتلاقي إن العصفور واقف على رجل واحدة. تلاقي العصفور دايما واقف على رجل واحدة، والرجل التانية تلاقي رافعها لفوق واقف كاشش، وتلاقي إن رجله عليها طبقة من الأشف زي ما حضراتكم شايفين كده. وكمان تبص تلاقي على المنقار بتاعه، وفي الأول ممكن أنت ما تلاحظ ولا تاخد بالك، لغاية ما تبص تلاقي الأشف بيزيد بزيادة وعمل طبقة كبيرة جدا على الصوابع بتاعة العصافير، وكمان في المنقار، ويبدأ إن هو ياكل في منقار العصفور. وكمان بيبدأ إيه بقى المشكلة، ان هو بيبدأ ياكل في رجل العصفور، لان العصفور بيقعد يهرش في رجله فبيعور نفسه، وتلاقي ان الصبع كله بيتقطع. ده مش الضفر بس، كمان ممكن صوابعه كمان تبدأ صابع صابع يقع منه ويتقطع. وعلشان كده بقولك لما تيجي تشتري العصافير دايما من السوق، اول حاجة تبص ليها وهي الصوابع، ودايما تبص تلاقي اي هاوي بيجي يشتري اي نوع من انواع العصافير، اول حاجة بيبص عليها هي الصوابع، تاني حاجة بيبص عليها هي مخرج العصفور، ويشوف ان هو اذا كان هو عنده اسهال ولا لا، وبعد كده كمان يبص لصدره، ويبص على التزييف يشوف فيه سيف ولا لا، يعني ضعيف ولا لا، يبص على عينه كويس يشوف عنده دمعة ولا لا. كل دي بتبقى امراض عند العصافير لازم تاخد بالك منها قوي وانت بتشتريها، وبالذات كمان لما تكون صابع من صوابعه مقطوعة، ده بيبقى عيب فيه جامد، بيخلي العصفور ما بيقدرش يتكاثر. يعني لو الذكر فيه صابع ناقص هيبقى صعب جدا انه هو هيخاصة بالأنثى، لأن وقفته على الأنثى هتكون ضعيفة. كذلك بالنسبة للأنثى، لو في صابع ناقص لما تيجي واقفة على العصاية مش هتقدر تمسك في العصاية كويس، وهيحصل اهتزاز لما يكون الذكر واقف عليها. فأنت هنا لازم تاخد بالك من الموضوع ده كويس جدا، وتلاحظ دايما عصافيرك وتبص عليها وانت بتشتريها، وكمان وانت مربيها عندك في البيت اذا كان عندها اشف ولا لا، دايما تبص على صحة العصفور عامة كلها، وكمان على رجله كويس، او تتأكد ان رجله نظيفة ما فيهاش اي حاجة، ما فيش طبقة من الاشف. هي بتبان على طول، على فكرة بتبان، تبص تلاقي في طبقة كده غريبة جدا على رجل العصفور زي ما حضراتكم شايفين كده، وكذلك في المنقار. فانت اول ما تلاقي بيحصل كده، اول ما تلاقي الموضوع دوت على طول عندك، هتعمل ايه؟ هتجيب، هي يعني العلاج سهل جدا جدا، واقل من 10 جنيه كمان، ويمكن يكون هو ب 10 جنيه. هتجيب حق صغير قوي من الصيدليه، علبه صغيره جدا اسمها كبريت. كبريت 10% من الصيدليه البشري العادي خالص. هتجيب الكبريت دوت وتدهن بيه رجل العصفور ومنقار العصفور، ما فيهوش اي خطوره على العصفور. هتجيب كميه بسيطه جدا على صباعك، على طرف صباعك، وتدهن بيه صوابع العصفور ومنقار العصفور بس. هتعمل الموضوع دوت لمدة يومين ثلاثة، مش هتلاقي بعد كده الأشف ده خالص. بس أهم حاجة إنك تلحق الموضوع ده في الأول، قبل ما أي ظفر يقع من العصفور أو أي صوابع تقع من العصافير. يعني ما تستناش لغاية ما صابع يقع من العصفور، تمام؟ لأن لو صابع وقع من العصفور ده خلاص بقى عيب في العصفور، هيبقى صعب إن أنت كمان هتتخلص منه وتبيعه، لأنك لو بعته لحد يبقى أنت كده أذيته. فاللي هتعمله ان انت ممكن تبيعه التاجر من التجار، اي نعم، بياخدوه ويصدروه بقى بره، لكن انت لو بعته لاي هاوي من الهواة يبقى انت كده اذيته. فانت احسن حاجة بتعملها انك انت على طول تلحق العصفور من اوله، وتبدأ ان انت تدهن صوابعه وتدهن المنقار بتاعه بالكبريت لمدة يومين ثلاثة بس، وهتلاقي الموضوع كله انتهى خالص. عامل بالظبط زي الاشف بتاع البني ادمين يا جماعة. لما احنا لما بيكون في اشف على الايدين بنعمل ايه؟ بنجيب جليسرين، تمام، او فازلين، وبندهن بيه بكام يوم بس، تلاقي خلاص راح الاشف خالص. على فكره برضه بينفع الجليسرين عادي او الفازلين، ولكن لما بيكون في اول الاشف بالنسبه للعصافير، يعني مش في اوله لسه ما عملش طبقه جامده جدا شديده، لكن لو عمل طبقه شديده قوي كبيره جدا، فساعتها انت هتجيب اللي هو ايه، مرهم الكبريت من الصيدليه البشري. بشكركم جدا، بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.